السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين، كنتمنى تكونوا على خير وبخير، والفيديو اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. ونقول لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكسرية ديال سكسو بالطريقة ديالي، كل واحد وطريقته. بغيت نشارك معكم الطريقة ديالي إن شاء الله. واحد الأخت تونسية بغات الطريقة ديال سكسو بالطريقة المغربية، فغادي نديرو هذا النهار إن شاء الله ونشاركو معكم. كنتمنى لكم فرجة ممتعة، وندوزو للمقادير كذلك والطريقة. عندي هنايا الدجاج غادي ناخذ على حسب افراد العائلة. ممكن ديروا اللحم لا بغيتو، اللحم خصو الكوكوط باش يطيب دغيا. انا هنا غندير الدجاج، كذلك غنضيف عليه البصلة اللي مقطعة طويلة تكون غليظة شوية، لان البصلة راه كطيب ما كتبقاش تتبان. غادي نضيف واحد طماطم محكوكة. هنا عندي الابزار اللي هو الفلفل الاسود، والزنجبير اي سكينجبير، الخرقوم ممكن ديروا ملون اصفر اللي هو الزعفران على حسب اللي متوفر، الملح على حسب الذوق. وهنا غادي نضيف واحد نص كاس ديال الماء، غيتقلى هاد الدجاج واحد شويه، وعاد غنضيف الزيت. هنايا المقطع اللي انا مصوره فيه الزيت فهو تقطع ليا، ما عرفتش كيفاش مشى ليا ما صورتوش، فما تنسوش انكم ديروا الزيت. غادي نحركوه وهو كيتقلى حتى يتقلى مزيان داك الدجاج في ديك العطريه، ومن بعد عاد كناخذو وكندير ليه الماء اي كنمرقو على حسب القياس اللي باغيين حنا. ملي كتبدا تغلي كناخذ السكسو وكنديرو في واحد الاناء، اما كترشوه بشويه ديال الزيت، زيت المائده في الاول، معليش واخا ديروا زيت المائده، اما منين تحطوه من التفويره الثانيه فضروري زيت العود. تبعوا معايا المراحل وغادي نشرح لكم اكثر. هنا اما كنرشوه بشويه ديال غير واحد جوج معالق كبار ديال زيت المائده، اولا كنديروا الماء. انا هنا كندير الماء ما تنديرش الزيت، كندير شويه ديال الماء كنرشو وكنحركو بيدي هكايا باش كنحلو، باش غير ملي كنبغيو نحطوه في الكسكاس ما كيهبطش من العيون ديال الكسكاس. غنديرو في الكسكاس يفور تقريبا واحد 5 دقائق يفور، وعاد كنحيدو. هنا نسيت واحد المكوره غادي نديرها. عندي كذلك الحمص غادي نطيبو بوحديتو مع اللحم في الكوكوط باش يطيب دغيا، لان ما غيطيبليش مع الدجاج غيشد لي الطياب. هاد الحمص ما كيطيبش دغيا. واحد المكوره هنا نسيتها، انا غنديرها في البرمه. هنا سكسو من بعد ما فور واحد 5 ديال الدقائق كننزلو وغادي نسقيه بالماء. بالنسبه لكم نتوما اللي اول مره فحاولوا ما ديروش الماء بزاف باش ما يتعجنش لكم سكسو. انا كندير هنا الماء عيني ميزاني، ما تنعبرش القياس، لان على حسب سكسو كل نوع وشنو كيشرب. كنضيف ليه الماء وكنخليه تقريبا واحد 4 دقائق، ملي كيشرب داك الماء كيتنفخ، كنشوفو انه تنفخ وزكى يعني رجع بزايد شويه. غادي ناخذو وغادي نخويه في هذا الاناء اللي اولا في هذه الجبانيه عريضه شويه كبيره. عندي الكسعه كبيره بزاف ما بغيتش نجبدها، واللي صغيره فغادي يبقى يطيح مع جناب، لهذا انا فضلت نديرو في هذا الاناء. هذا كيكون واحد الاناء نقي خاص السكسو خضيره هكايا ديال الطياب وصافي. انا غادي نحلو، لاحظوا ما كيتعجنش، انا قلت لكم كندير القياس ديال الماء عيني ميزاني. كنحلو كامل حتى كنتاكد انه راه هو هذاك. نتوما رشوا الماء غير شويه في الاول، ومنين تخويوه هنايا الا جاكم ناشف اولا حرش، ماشي ناشف، الا جاكم حرش كديروا رشه، وانتم تديروه بحال هذه الطريقه هذه، وكتخليوه كيشرب الماء، كتخليوه يشرب واحد تقريبا 4 دقائق، وكنديروا له الملحه والزيت. انا منين كنحلو بحال هكا كنخليه تقريبا واحد 4 ديال الدقائق، وعاد كنرجع ليه كندير له الملحه وكنضيف ليه هنا زيت العود. ما ديروش في هذه المرحله هذه زيت المائده الا بغيتو السكسو يجي بنين، ومنين يبدا يفور يعطي داك الريحه ديالو زوينه وبنينه فديروا زيت العود. طبعا الملحه كتبقى على حسب الكميه ديال السكسو والذوق كذلك. غادي نحرك بهذه الطريقه وغادي نحسو بانه داك السكسو مفروز الحبه على اختها،
الطريقة ديالو راه سهلة ماشي صعيبة. من بعد كنديرو في الكسكاس وكنرجعو يفور تفويرة تانية. طبعا اللي كيبغي يدير 3 ديال التفويرات، واللي كيبغي يدير غير جوج فكيخليه حتى كيلوح الخضرة وعاد كيديرو. انا كنسكتو اللي كيكون مفور التفويرة الاولى فكيجي كيتفور غير جوج تفويرات. ركزوا مزيان على هاد المسألة هادي، ما يخرجش البخار ما بين البرمة والكسكاس باش كتطلع ديك الفوار في سكسو كيخرج على سكسو من الفوق. هنا راه فور عاوتاني واحد 4 دقائق، خليته حتى 5 دقائق كيفور. وكننزلو هنايا وكناخذ ديك الطنجرة كنمرقها دابا، كنضيف الخضرة. الخضرة كتوقع على حسب اللي نتوما كديرو كل واحد. انا هنا كندير غير خيزو والبطاطا واللفت، طبعا القرعة الحمراء القرعة الخضراء. البطاطا كنديرها على حسب الوليدات، كيبغيو الوليدات والبطاطا وحتى حنا كنبغيو البطاطا. ملي كندير الخضره كندير واحد حبه ديال المطيشه متوسطه ولا جوج صغيورين، كنحيد لهم الزريعه ديالهم لان داك الزريعه جاتني زرقاء ماشي عاديه. هنا عندي الربيع غادي نربطو ونرميه. عندي هنا شويه ديال العريشات ديال القزبر وعريشات ديال المعدنوس، كيعطيو نسمه زوينه للخضره خصوصا القزبر. ومني تيكون وقت البرد كندير عريش ديال الكرافس فكيعطي واحد المذاق زوين في المرقه. ومحدك كتاكل سكسو وانت كتسخنو كتعراقو لان داك الكرافس كيسخن. هنا غادي نمشي للسكسو غادي نحلو، باقي سخون غادي نحاول نحلو غير بمغرفه ديال الخشب على من تغلي ديك البرمه. عاد غنضيف تغلي وتعاود واحد شويه وعاد نضيف ليها القرعه الخضراء والحمراء وعاد غادي نضيف ثاني سكسو. هنا بالنسبه للسكسو انا راه ما غاديش نضيف له دابا لا ملح لا زيت لانني درتها له قبيله. نتوما الا بغيتو تزيدوا واحد شويه ديال الزيت ممكن تزيدوا تقريبا واحد جوج معالق كبار. انا كندير الكميه كامله في الاول صافي ما كنحتاج. هنا الزبيب عندي كنغسلو كنرطبو في الماء واحد شويه كنخليه كيرطب باش كنردو يطيب، وكناخذ ليه المرقه وكنعسلو هكاك بوحديتو لان عندي في الدار كاين اللي كيبغي الزبيب وكاين اللي ما تيبغيش، فكنطيبو كنخليه على جنب بوحديتو. هنا من بعد ما غلات الخضره وعاودت كدقوها خلاص من الملحه باش ما طيبش الخضره مسوسه وتجي باسله. غادي نضيف القرعه الخضراء والقرعه الحمراء. طبعا الخضره ديال هذا الوقت كلها راه كطيب دغيا دغيا لانها كلها ديال السقا. هنا عندي القرعه الحمراء، هذه القرعه هذه جابها ليا راجلي فهي دغيا غادي تطيب. خليت لها ديك الجلده التحتانيه ديالها باش تبقى قابطه راسها ما تفرتتش، لان انا القرعه الحمراء غير من الشوفه كنعرفها اللي كتفرتت واللي كتبقى قابطه راسها. فهذه الا قشرتها القشره التحتانيه غادي تطيب غير شويه غادي تبدا تفرتت وتحل تما كاينه في الخضره ما تبقاش تبان. هاد الحبه د المطيشه مهمه بزاف منين نديروا القرعه الخضراء، هي اللي كتحافظ على اللون ديال القرعه باش كيبقى اللون ديالو خضر من هكاك منعنع كيبان زوين. صافي هنا ملي كنرمي الخضره كندير التفويره الثالثه وهي الاخيره، كتجي هي هذيك مع الخضره كطيب. وسكسو كيفور مزيان هنايا كيفور اكثر من 5 ديال الدقائق لان القرعه راه غتاخذ اكثر من 5 ديال الدقائق في الطياب. ما بين الطنجره والكسكاس الا شفتوا داك البخار كيخرج فديروا القفال. هنا عندي الزبيب غادي نردو يتسلق. كانت هذيك هي التفويره الاخيره كيف ما قلت لكم المقطع تقطع ليا ما كملتش الهضره. فالزبيب ملي كيتسلق كناخذ المرقه، كتكون طابت ديك المرقه ديك الخضره طابت كناخذ المرقه منها كنضيفها على داك الزبيب وكندير السكر والقرفه وكنخليه كيتعسل. صافي هادشي اللي كاين. وخلاص التفويره هذيك راني درتها التاليه كنطفي عليه ملي كيطيب وكنسقيوه كيف ما كتشوفوا القصعة قبلتكم ما شهيتكم وسمحوا لي بزاف لان كي غادي تشهى خصوصا في رمضان. كانت هذه هي وصفة اليوم وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكذلك كنتمنى تشوف هذاك المتابعة التونسية اللي طلبته مني هذا الفيديو. وكنشكركم جميعا المتابعين ديالي، شكرا لكم على المتابعة وعلى الدعم ديالكم. نتلقاو في فيديو جديد وفي وصفة جديدة ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله والى اللقاء.